مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي كان في قيادة التدريبات الخاصة للاعبين الدوليين على ملعب التتش في الجزيرة، وحرص كولر على عقد جلسة قصيرة معاهم قبل بداية فقرات التدريب بعد ما خاضوا جلسة تدريبات استشفائية في الجيم. حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على فريق جولف يونايتد الإماراتي بنتيجة 3-0، وده كان في المباراة التحضيرية اللي جمعت بين الفريقين على ملعب سيفنز بمدينة دبي بالإمارات في أول المواجهات الودية خلال المعسكر الممتد لحد 3 أكتوبر اللي جاي. سجل ثلاثية بيراميدز دودو الجباس والتونسي فخر الدين بن يوسف هدفين، وتأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية للدور قبل النهائي في بطولة كوسوفا الدولية واللي بتتلعب في جنوب أفريقيا، وده بعد ما حقق فوز كبير على منتخب أوغندا بنتيجة 7-2، وهيواجه منتخب مصر المنتخب الموزمبيقي في الدور اللي جاي. تقارير إسبانية كشفت تعرض النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط النص في ريال مدريد لإصابة عضلية، وده خلال تواجده مع المنتخب الكرواتي وخلال منافسات دوري الأمم الأوروبية، وده كان في الأسبوع الحالي، وإن مودريتش عاد لريال مدريد وهو بيعاني من إصابة عضلية وهتبعده عن المشاركة لفترة من 7 ل10 أيام. كمان رجع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد للتدريبات الجماعية للملكي استعدادا لمواجهة أسوانا يوم الحد اللي جاي ضمن منافسات الجولة 7 من مسابقة الدوري الأسباني بعد غياب 17 يوم بسبب الإصابة. كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن بشكل رسمي عن تجديد عقد لونيل سكالوني مدرب التانجو، وده قبل انطلاق مونديال قطر 2022، وبكده بيتأكد استمرار سكالوني في قيادة منتخب الأرجنتين لحد نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. خلصت أخبارنا الرياضية، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع زملائي.